سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. طور فريق من الباحثين من 5 مؤسسات أكاديمية أمريكية مرموقة هجوم تنصت لأجهزة أندرويد. تم تصميم الهجوم المسمى إيرسباي لالتقاط ما يقوله المستخدمون من خلال أساليب مبتكرة وفقا لبليبينج كمبيوتر. يمكنه إلى حد ما التعرف على جنس المتصل وهويته. وحملة إعلانية خبيثة جديدة تسيء استخدام برنامج إعلانات جوجل لغرض نشر برامج ضارة مثل ريكونستيلر وفيدر لاستهداف المستخدمين الذين يبحثون عن البرامج المعروفة. ومخترقون يستغلون ملفات إكسل الإضافية الضارة .xll كهجوم أولي، وذلك ردا على قرار مايكروسوفت بحظر تفعيل وحدات ماكرو VBA لملفات أوفيس التي تم تنزيلها من الإنترنت من الإعدادات بشكل افتراضي. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.